إذن مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة شوفتي، مرحبا بكم معنا في البث المباشر في مدينة الدار البيضاء. واو، صراحة برد قارس صبيحة يوم السبت، أجواء ديال الشتا، أجواء ديال الشتا. يعني كيف ما كتشوفوا معنا حنا في هاد اللحظات كنتواجدوا بشارع حسن الثاني، هذا هو المعرض الوطني للصناعة التقليدية اللي تسرقات منه فيترينا يوم أمس، وهذا من هنا تسرقات الفيترينا، يعني تقريبا 11 أوستيرا اللي كتساوي الثمن ديالها 200 درهم الواحد، تمت السرقة ديالهم من هنا يوم أمس، من هنا تمت السرقة ديالهم يوم أمس. المعرض الوطني بحال هادو بحال هادو كانوا هنايا يوم امس، تمت السرقه ديالهم هنا بشارع حسن الثاني مدينه الدار البيضاء بالقرب من ساحه الامم المتحده. يعني كيف ما كتشوفوا معنا يوم امس طرات السرقه بطبيعه الحال، من بعد ذلك عمليات امنيه وحملات امنيه مستمره على مدار الساعه. غتعرفوا المكان، انا دورت لكم الكاميرا، هذا هو المكان اللي تمت السرقه ديال الفيترينا هنايا في وسط المدينه بالعاصمه الاقتصاديه. كانوا في حال البوسترات، كانوا في حال هادو، وتمت السرقه ديالهم من طرف بعض الاشخاص، تقريبا جوج الاشخاص اللي كانوا كيتعاطاو الماده السيليسيوم طبيعه الحال عناصر الامن، خداو البصمات وغيت وسطوا الهويات ديال هاد الاشخاص. فتحياتي لعناصر الامن الوطني والشرطه القضائيه وبطبيعه الحال الشرطه التقنيه والعلميه اللي جاو خداو البصمات ديال المجرمين. فتحياتي لعناصر الامن منطقه انفا صراحه اللي كيقوموا بمجهودات كبيره من اجل محاربه الجريمه. انا في هاد اللحظات كنتواجهوا بشارع على بن عبد الله، يعني كيف ما كتبوا معنا من بعد الحملات الامنيه الدنيا خاويه، واي شخص طبيعه الحال مشكوك في الامر ديالو كيتم الايقاف ديالو والتحقق من الهويه ديالو من بعد ما السرقه ديال الفيترينا يوم امس بالمعرض الوطني للصناعه التقليديه.